المتفوقات والمتفوقين، أساتذتي الأجلاء، سيد المدير، سيدات الأستاذات الجليلات الفاضلات، تلامذتي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، أيها الآباء والأمهات، أمسية سعيدة بثانوية الحمسيني، حللتم أهلا ونزلتم سهلا وأشرقت بجنابات نوركم ثانويتنا العتيدة ثانوية الحمسيني. إذا حللتم أهلا ونزلتم سهلا على الرحب والسعة. إذا تنطلق أمسيتنا الجميلة إن شاء الله بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا التلميذ محمد أمين بن حاج، فليتفضل مشكورا. هو من تلامذة المؤسسة طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تلميذ محمد أمين بن حاج. ونبقى الآن مع النشيد الوطني، فلنقف جميعا لأداء النشيد الوطني. أرحب بالسادة الأساتذة والإداريين والمستخدمين، أرحب بالآباء والأمهات والأولياء. اللحظة لحظة ختام، هي لحظة تتويج، هي لحظة الحصاد التربوي للموسم الدراسي الحالي، هي لحظة فرح. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. ويحق لنا سويا أن نفرح بالنتائج التي حققها فلذات أكبادنا تلميذاتنا وتلامذتنا، ويحق لنا أن نفخر ونفتخر بهم جميعا. وإذ نكرمهم اليوم
هذا التكريم الرمزي، فقد كرمهم الإسلام تكريما أوسع من ذلك، وشملهم مع أهل العلم من علماء ومعلمين ومتعلمين، نلتم التكريم والتشريف كله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ونحن ننثر الورود تحت أقدامكم افتخارا بكم، تكريما لكم وإجلالا ورفعة بقدركم. وإذ نكرمكم اليوم أبناءنا وبناتنا، فإننا نكرم معكم جنود الخفاء ممن شمروا عن السواعد من الطاقم التربوي والإداري والخدماتي بالمؤسسة، ونكرم من خلالكم المحض الأول لكم حامل الهموم الأسر الكريمة. فما كان ليكون، فما كان ليحصل، وما كانت هذه النتائج لتكون لو لم يكن خلفها أسر ساهرة على هذا الأمر. فطوبى لكم جميعا. وأقول ختاما للجميع، أقول للأسرة: واصلي تضحياتك، فإننا سويا نصنع رأس مال بشري، وخير صدقة جارية تقدمها الأسرة هي تربية فردات الأكباد والحرص عليهم كي يحققوا مثل هذه النتائج الباهرة. أقول للأساتذة وللإداريين ولمستخدمي المؤسسة: واصلوا تضحياتكم، فالعطاء على حدود له، والله من وراء القصد. أقول لكم سويا، أقول لكم جميعا: يحق لنا أن نفخر بوطننا وبمواطنينا ومواطناتنا، ويحق لنا أن نفخر بمدرستنا عمومية كانت أو خصوصية، ويحق لنا أن نقول للجميع: طوبى لكم، طوبى لكم. أجدد ترحابي بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الحضور الكريم، بداية أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب مقامكم، وتبوأتم من الأرض منزلا، وتبوأتم من الجنة منزلا. لقد دابت جمعية آباء وأولياء التلاميذ بشراكة مع الإدارة التربوية تنظيم حفل التميز هذا في ختام كل موسم دراسي، للاحتفاء بتلامذتنا المتميزين الذين حصلوا على رتب مشرفة نتيجة ما بذلوه من جهد ومثابرة وعمل دؤوب، فحق لهم أن يفخروا بهذا الإنجاز، وحقهم علينا أن نكرمهم ونحتفي بهم تحفيزا لهم على مزيد من العطاء والتألق. لا يخفى عليكم أيها الحضور الكريم أننا عشنا هذه السنة ظروفا استثنائية بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، لكنه بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تضافر الجهود والتعاون المثمر البناء بين جميع المتدخلين، استطعنا جميعا أن نحقق هذه النتائج الطيبة. إن هذه الظروف الصحية التي عشناها جميعا لم تمنع البتة جمعية آباء وأولياء التلاميذ من تحمل مسؤولياتها كاملة في تدبير الشأن اليومي
ومواكبة المتمدرس وتوفير جو لائق به من فضاء تربوي جميل ودعم الاجتماع لفئات من التلاميذ كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهدر المدرسي. فالشكر موصول لجميع مكونات المكتب المسير على ما بذلوه من مجهودات خلال هذا الموسم الدراسي لكل مسؤولية وتجرد ونكران ذات. وما هذا الحفل المتميز إلا خير ثمرة لهذه الجهود المضنية، فقد أبت الجمعية كل سنة إلا أن تحتفي بالتلاميذ المتميزين وخصصت لهم جوائز نوعية غير مسبوقة. أيها الحضور الكريم، لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الحفل المتميز. لم نكن أبداً لنحصل هذه النتائج الطيبة إلا بتضافر الجهود وتقاسم هموم الفعل التربوي. فالشكر كل الشكر للإدارة التربوية المفعمة بالطموح وبعد النظر، كما لا يفوتني أن أشد بحرارة على الطاقم الإداري على جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب من غير كلل على مدار الموسم الدراسي. الشكر موصول أيضا إلى جميع الأساتذة الفضلاء والأستاذات الفضليات على ما قدموه من تضحيات جسام لفائدة فلذات أكبادنا، فمهما قيل في حقهم من عبارات الثناء والشكر فلا ولن نوفيهم حقهم. ولله لدى الشاعر أحمد شوقي يقول: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أيها الحضور الكريم، لا يفوتني في هذا المقام الكريم أن ننوه بجميع الآباء والأمهات وأثمن دورهم الفعال في تنشئة أبنائهم ومواكبتهم تربويا ودراسيا، فقد عانوا وصبروا وصابروا وتحملوا، فحق لنا أن نحتفي بهم أيضا ونقدم لهم أخلص عبارات الامتنان والتقدير. ولله در من قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كما لا ننسى جنود الخفاء بنية تقدير لهم وامتنان. وختاما شكرا لكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأمسية عشنا أجواء احتفالية بامتياز، والحدث بطبيعة الحال هو حفل التميز اللي تم تنظيمه من طرف جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة رحال المسكيني بطبيعة الحال بشراكة مع الإدارة التربوية بالمؤسسة. اليوم قمنا بهذا الحفل احتفاء بالتلاميذ المتميزين الذين حصلوا على رتب مشرفة. وجدير بالذكر أن أشير أن مؤسسة رحال المسكيني يعني حصلت على رتب وعلى نتائج طيبة يعني مستحسنة رغم الصعوبات، بعض الصعوبات اللي عشناها هذه السنة. ورغم ذلك يعني الحمد لله توجد هذه السنة بهذا الحفل البهيج المتميز اللي داز في أجواء احتفالية كما قلت. فالشكر موصول من هذا المنبر الإعلامي المتميز، الشكر موصول للإدارة التربوية بداية، الشكر كذلك لجميع الأطر التربوية أساتذة وأستاذات، وكذلك الطاقم التربوي اللي سهر على مدار هذه السنة على توفير جو دراسي ملائم للتلاميذ. كذلك لا يفوتني أن أشد بحرارة على جمعية آباء وأولياء التلاميذ الذين بصموا على مسار حافل من الإنجازات خلال السنة، وقدموا يعني واحد مجموعة ديال الخدمات للتلاميذ
اللي بفضل هذه الخدمات الحمد لله استطعوا تلاميذ ديالنا يحققوا نتائج طيبه. فمره اخرى من هذا المنبر الاعلامي كنوجه الشكر التام للجمعيه وكنوجه الشكر التام كذلك للاداره. لا يفوتني كذلك ان اقدم الشكر الكبير لاباء وامهات التلاميذ اللي حرصوا وبذلوا الجهد الغالي والنفيس من اجل يعني فلذات اكبادهم اللي قدموا لهم خدمات كبيره وسهروا على راحتهم ووفروا لهم الجو الملائم رغم الصعوبات ورغم الاكراهات باش نوصلوا لهذه النتيجه اللي حصلنا عليها. اكيد ان خلال هذه السنه كانت واحد مجموعه الاكراهات وعرفنا ان مجموعه من المؤسسات التعليميه اخرى حصلوا على يعني نتائج خصوصا على مستوى الثالثه اعدادي كانت نتائج غير يعني منتظره. الحمد لله المؤسسه ديالنا تميزت انها حصلت على نتيجه اقل ما يقال انها نتيجه مستحسنه تقريبا ما يقارب 53% على مستوى الثالثه اعدادي ونسب اخرى متميزه على المستوى الاولى اعدادي والثانيه اعدادي. حق لنا ان نفتخر بهذه النتائج، حق لنا ان نفتخر بمؤسستنا العتيده، حق لنا ان نفتخر بجميع الاطر التربويه الاساتذه والاستاذات وجميع من ساهم من قريب او بعيد في تحقيق هذا الانجاز الغير مسبوق. وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله.